أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ولا تضروا والله على كل شيء يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ما لكم
رضيت بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا تضره شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا تضره شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله
إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين ثاني اثنين اذ هما في الغار
أنزل الله سكينته عليه فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وهكذا يختلينا دون الإسلام عشنا وسعدنا بهذه الفدوة القرآنية لها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد السلام حجازي في ليلة تكريم غالبا فاضل الكريم رحل إلى رب الكريم الغفور الرحيم في مقعد صدق عند ملك المقتدر علما من أعلام القرآن الكريم ومن أهل القرآن الكريم رحمة الله عليه الشيخ عبد البديع الشبراوي. أسأل ربي جل في علاه أن يجعل كل حرف في ميزان حسناته يا رب العالمين وأن يؤجر أهله في مصابهم خيرا. كل الشكر والتقدير لعميد الصوتيات العالمي المهندس عبد العزيز يونس أستاذ ضيافة يوفر الشيخ خالد الرشاش أعمل الضيافة المتر سيد المصري. الشكر موصول للمهندس أشرف العسوي الذي يقول لنا هذه الليلة القرآنية على الهواء مباشرة. صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله. الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ علي الضيرة الذي حضر التأدية واجب العزاء.